مشاهدينا الكرام راكم تشوفوا في الجزائر يا وان، والان نبداو الاخبار بالدرجه مع الزميل يونس كلونداري. السلام عليكم. في اخبار دارجه مباشره من قناه الجزائري وان. والله الكاميرا يا هذا وراه المخرج هذا سعاده ضربوني هنا يا خلار ضربوني يدخلوا من الاخبار في الشارع ضربوني ما فهمتش. نبداو بالاخبار معاك يا فهمونا يا من سعاده هذا تاع الزمر مخرج هذا هبلتونا قالكم السيد لا لوميير ناقصه وكاع ما بالبايفهم. السلام عليكم مباشره الاخبار الجزائريه وان بلغه دارجه فوالا. سلام صح الغاشي نتمنوا تكونوا انتيك يا اخو. الاخبار تاعنا اليوم نبداوها باخبار كيشغل على بلادنا الجيري. الجيري هي بلادي هذا جنجل يا اخو. يا اخو الرئيس تاع جمهوريه بريطانيا العظمى الشيخ كولين فارح بزياره حويصه وفيها يلفت ارقيب ما الى ارض الوطن، وصرح لكاميرا جزائريه اللي هي كاميرا سوني إريكسون. شاهدوا معنا هذا التصريح. ما ادريش لي مويز. I am very happy to be in Algeria. او يقول لكم بلي زعما راه فرحان كي جا للجزائر. يا ويا قيو. The relationship between Great Britain and Algeria. او يقول لكم علاقتنا مع الجزائر الله يبارك. شغل انتيك وانتم شعب انتيك الله يبارك. It's very advanced technology in Algeria. ويقول لكم حنايا متخلفين وانتوما متحلبين فهمتني، والجزائر ان شاء الله تحلب من في التكنولوجيا هذه. صح. وقد استقبل السيد نيزي في سبيسيو وقد استقبل السي كولين فرح بمطار الجزائر سيد فرحه وزهوه مدير الاستقبال في الجزائر وادى بهذا التصريح. حقيقه بفضل التجربه تاعنا والحنكة اللي عندنا في الاستقبال ولتاي وكذلك البنات الصغار يلبسوا الجبب تاع القبائل ويجيبوا التمر، يعني تمكننا من انه نقوي العلاقات التي بيننا وبين جمهورية بريطانيا العظمى. يا الخوار غير يخرط. وواصل في الاخبار في نعم تفضل يا اخي. في كيما يديرك في اخبار الاقتصاد. في اخبار الاقتصاد يا اخو قالوا لك البترول طلع ب 1 دولار وين؟ او هبط يا الخو. او طلع ب 1 دولار او هبط يا الخو. او طلع ب 1 دولار او هبط يا الخو. ما واصل الاخبار. حملة مقاطعة السيارات متواصلة. انا يا اخو وراهي نجحت والاسعار بدات تطيح في السوق تاع تيجلابين كما ركز عليها وزير تيجلابين. وحمله اخرى انطلقت بعد نجاح هذه خليها تصدي حمله اخرى لمقاطعه شرب الخمور حمله خليني صاحي. وحسب بعض الاخبار فان اسعار الخمور بدات تهبط والخابط راهو فرحان. شوفوا معنا هذه الصور. شكرا. ولكن رغم هذه نجاحات الفكره واحد السيد ما فهمهاش وخلى مخه تصدى وراه في حاله كارثيه بمستشفى مصطفى تشانكان. ممتاز. اما في اخبار العالم. في اخبار العالم الرئيس الروسي فاز في الانتخابات راهو انتيك. والرئيس تاع مصر السيسي فاز بالانتخابات راهو انتيك. اما الرئيس تاع الامريكي دونالد ترامب فانه في ليكساسون ميل وعيط للرئيس للملك تاع السعوديه السي سلمان. يا هلا بي الو الو بورتو بورتو مش بورتو. ايه يا دونالد شو احوالك شو احوال ايفانشا يا حبيبي؟ ريبوندا لو ترامب صح يا اخو صافا شويه كيفاش سلمان لا فامي راهم لا ما تجبد الفاميليا استحي يا ضلالي. شكرا كانت اخبار العالم. ونعود الى اخبار الوطن وفي اخبار الثقافه مع الزميل الزميله ربيعه دعدوع. ربيعه دعدوع اين انت؟ الله
فقر على راه الميكرا اسمح لي يونس والله ميم با لا بار ما لحقتهاش ديريكت سلفت لا طوندوز للسيد مومار الزحاليس فوالا دونك اخبار الثقافه معايا انايا عاود هذيك ربيعة الدعدوع ربيعة الدعدوع نعم اخبار الثقافه اخبار الثقافه الثقافه خويا طب الغربيه تعطينا هاي تخدم كرونيك انا جيت وريت تسخروا بيا الثقافه واش كاين الثقافه سينما لا تعرف قال لي واش قال لي العساس قال لي نخرج بكري تفرجت فيلم والو شنو ما الثقافه هذه صوميل في خاطر الحباب وفي خاطر ليكيباج هذه هي الثقافه خويا العزيز غير ما تخرطوش علينا بقى الثقافه يا سيب وعلى خير خلاص عودوها اوكي لكن في اخبار الرياضه عندنا خبر اخر في اخبار الرياضه في البطوله الوطنيه للقسم الاول خلاص في الاخبار الامنيه لا لا مازال اوكي اما في رابطه ابطال اوروبا كابتن ماجد كابتن ماجد بين قوسين رونالدو مليح راني مسودي والله طلعت انا راني وقيله تكسرت هي هيا نروحوا انا في الاخبار الامنيه في الاخبار الامنيه انقذ قوه الامن القبض على جماعه اشرار تتكون من ثلاث اشخاص كانوا تجروا ويروجوا للممنوعات صافودير الزطله وما يسمى الغرس ولا الشيكونه تفرجوا معنا هاد الصور هاي الكاميرا السلام عليكم احنا قوة الامن تمكنا من القبض على جماعة اشرار متكونة من ثلاثة اشخاص كانوا يروجوا في المشروعات في الممنوعات منهم سيد سي سليم المدعو بالهدهد اللي كان يتاجر في الكاوكاو كان فيه شوية غرس الاخت تنو مشهورة ببوعمامة واللي كانت تسرق القطط أما المجرم الثالث وهو رئيس العصابة إنسان خطير جد خطير يعني يا ربي استعملنا دبابات باش نحكموه خرجت على فرون اللي هو سي دمو المشهور بالسيف الدولة الحقار وبفضل المجهودات يعني قضينا على هذه المجموعة الوسمو إن شاء الله الحبس يأكلكم شكرا كانت هذه أخبار مازال الحال نعم عاجل اسمعونا ما عندناش لي موي عاجل قالوا لك بلي كان هناك تغيير حكومي والله جماعة راعت وجماعة جات السلام عليكم شكراً لسيد يونس كلنداري على أخبار الدرجة نتمنى أنه فقط تبرم هذا الجرحى اللي رأي فيه راه كمل معلش ما ندي حويتي بك ليش هذا اللي مش لا ما نكوبيه وش والو ديرك صحة شكراً جزيلاً لكمال عبدات فاصل ونرجع مازال الحال حبينا نديروا فقرة جديدة وهذه الفقرة هي الأخبار والآن حان موعد الأخبار تاع مازال الحال مشاهدينا الكرام راكم تشوفوا في الجزائر يوان والان نبداو الاخبار بالدارجه مع الزميل يونس كلونداري السلام عليكم في اخبار دارجه مباشره من قناه الجزائري وان والله الكاميرا يا هذا شو راهو المخرج هذا سعاده ضربوني هنا يا خلار ضربوني يدخل لهم الاخبار في الشارع ضربوني ما فهمتش نبداو بالاخبار معاك يا فهموني